وين وينك وينك يا عدالة؟ وينك وينك يا عدالة؟ وينك وينك من الفاسدين؟ وينك وينك يا فاسدين؟ خبز حرية عدالة اسماعية، خبز حرية عدالة اسماعية، خبز حرية عدالة اسماعية، خبز حرية عدالة اسماعية. نعتقد أن البدائل الواقعية والوطنية لهذه القرارات غير الوطنية ممكنة، وقد لمناها في أكثر من مناسبة. فبدلا من التطاول على حقوق المواطنين من خلال رفع الدعم ورفع ضريبة المبيعات، كان بإمكان الحكومة إعادة النظر في الموازنة العامة لعام 2018 باتجاه تقليص النفقات الجارية واعتماد آلية قانونية لمكافحة الفساد والفاسدين والمتطاولين على المال العام.
كان بإمكان الحكومة تطبيق المبدأ الدستوري باعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح الرأسمالية، ولكن الاستقوال